وبدأ الفاروق عمر رضوان الله عليه يعين الولاة. ما كانت شروطه في هؤلاء الولاة؟ من أحبه رسول الله أحبه عمر، ومن ولاه رسول الله ولاه عمر، أو ولا شبيهه من شاركه في نفس الأخلاق. لما سألوه يوما: ما تبغي في واليك إذا أردت أن تولي أحدا أو أن تستعمل أحدا، ما هي شروطه؟ قال: إذا حضر في قوم كان سيدهم وليس بسيدهم، فإن كان سيدهم كان كواحد منهم. يعني لو أنه واحد من أفراد الناس يعاملونه على أنه الكبير، لرجاحة عقله، لوفور شجاعته، لقيمته ومكانته بين الناس. فإن كان فعلا هو السيد فلتواضعه ولأدبه لا يتكبر عليهم ولا يترفع على أحد. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يستشير أصحاب النبي وأكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أزمت أزمة أو جاءت قضية يقول لهم: ما ترون؟ ما نفعل في هذا؟ فإذا كانت قضية من قضايا الفقه والعلم استدعى عليا بن أبي طالب، فإذا حسم له القضية يقول: قضية ولا أبا حسن لها. يثني على الناس، يعرف أقدار الناس، فيضع كل إنسان في المكان الملائم له. فإذا خفي عليه شيء استشار وجهاء الأمة، الذين يعرفون في السياسة يستشيرهم في السياسة، الذين يعرفون في الحرب يستشيرهم في الحرب، الذين يعرفون الحلال والحرام يسألهم عن الحلال والحرام. يقدم العلماء ويقدم أهل القرآن. وكان ممن يقدمهم عبد الله بن العباس رضوان الله عليهما على صغر سنه في زمان أمير المؤمنين عمر، إلا أنه كان يقدمه ويقدمه على أكابر الصحابة، ثم يرتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شهد بدرا، وهذا هاجر الهجرتين، وهذا صلى إلى القبلتين، وهذا أسلم قديما، وهذا أسلم بعد ذلك، وهذا من قراء القرآن الكريم ومن حفاظه، وهذا من الفقهاء. ويبدأ يرتب في مواسم الحج فيستقبل الولاة ويحاسبهم: ماذا فعلت وماذا تركت؟ ثم يأمر بأن ترد الحقوق إلى أصحابها، ويقاضي ويحاسب ويحاكم فورا، ويفرض العقوبة، ثم يضع لصاحب الحق أن يفعل بعد ذلك ما يشاء. والأمثلة على ذلك كثيرة.